أهلا بحضراتكم مرة تانية في فقرتنا دي، فقرة مهمة جدا هنتكلم فيها مع حضراتكم عن أهم المبادرات الصحية للاهتمام بصحة الأم والجنين. هي المبادرة الرئاسية لرعاية صحة الأم والجنين، وتمكنت المبادرة من فحص 1,100,000 سيدة للكشف المبكر عن الإصابة بالأمراض المنتقلة من الأم للجنين. وفرت أيضا العلاج والرعاية الصحية بالمجان تحت شعار 100,000,000 صحة. بتستهدف المبادرة الكشف المبكر عن الإصابة بفيروس بي ومرض الزهري للسيدات الحوامل، بالإضافة إلى خفض وفيات الأمهات الناجمة عن هذه الأمراض. كمان بتشمل متابعة حالة الأم والمولود لمدة 42 يوم بعد انتهاء الحمل. عشان نتعرف أكتر عن المبادرة الرئاسية لرعاية صحة الأم والجنين، معانا دلوقتي في الاستوديو ضيفنا دكتور فوزي حبيشة، المدير التنفيذي للمبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين. دكتور فوزي أهلا بحضرتك. أهلا أستاذة إيمان بحضرتك وبالسادة المشاهدين. الحقيقة أنه إحنا بنتكلم عن المبادرة دي، يمكن في الفاصل كنت بقول لحضرتك أنه في شوية خلط بين مسألة الأم، المرأة يعني صحة المرأة، الكشف المبكر، كل هذه الأمور والأمور المتعلقة بالأم والجنين والأمراض اللي بتنتقل من الأم للجنين وكيفية متابعتها. عايزة حضرتك تكلمني عن المبادرة بشكل عام، أهدافها بشكل عام، وبعدين في التفاصيل نتناقش. تمام. هو المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين الحقيقة بتأتي في سلسلة المبادرات الرئاسية اللي بتهدف للاكتشاف المبكر زي ما حضرتك أشرتي للأمراض التي قد تنتقل من الأم إلى الجنين. ممكن الأم تكون مصابة بأحد هذه الأمراض وفي فرصة يعني بتبقى عالية لأنها تنقل عدوى الجنين. الهدف الرئيسي من المبادرة أن احنا نحمي الجنين من العدوى، بالإضافة لأن احنا نعمل اكتشاف مبكر طبعا للمرض ده عند السيدة وتدخل في خط العلاج فنتجنب أي مضاعفات خطر عليها. الفكر بتاع الكشف المبكر عن الأمراض طبعا ابتدى الحقيقة من خلال مبادرة رئيس الجمهورية 100,000,000 صحة في البداية للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية. الحقيقة ده أكسب الشعب المصري وبصفة خاصة المرأة أهمية الاكتشاف، الثقة في طبعا وزارة الصحة، وكمان الفكر نفسه الخاص بالاكتشاف المبكر. احنا كان طبيعة المصريين بننتظر لما ندخل في مضاعفات خطيرة وبعدين ننتبه ان احنا عندنا مشكله صحيه. طبعا ده في يعني كل الاعمار وفي كل الامراض مش بس الام والجنين. بالظبط. حضرتك تتذكري قبل 100,000,000 صحه الكشف عن فيروس سي كان معظم المصابين بيكتشفوا اصابتهم لما بيدخل في اعراض خطيره جدا. بالزبط. تساوي فشل في وظائف الكبد، وبالتالي هو بيكتشف في مرحله صعبه والتداخل فيها بيبقى صعب. ففكر الكشف المبكر بقى موجود عند المصريين، ده استغلناه وبقى فيه نجاح قوي في ان احنا امتداد بقى للمبادره 100,000,000 صحه للكشف عن فيروس سي والامراض غير الساريه. دخلت مبادرات رئاسيه الحقيقه كتير جدا بيقف وراها طبعا دعم سياسي كبير جدا من القياده السياسيه، زي الكشف المبكر عن اورام الثدي او سرطان الثدي عند المراه، زي الكشف المبكر عن الامراض المنتقله من الام للجنين. تلاحظي حضرتك يمكن ان في مبادرات بيستفيد منها الرجال والسيدات، وفي مبادرات كمان خاصه بالمرأة طبعا يعني بتوليها الدولة أهمية خاصة في الاكتشاف المبكر. فمبادرة الحقيقة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين الهدف الرئيسي منها الكشف المبكر عن الأمراض التي قد تسبب خطورة للمرأة ومنع انتقالها للجنين، بالإضافة لاتخاذ عارف حضرتك ده كمان بيجي مكمل لباقي المبادرات. يعني احنا لما بنتكلم عن المبادرات اللي بتخص المرأة فقط وبنتكلم كمان عن مبادرات تانية كانت بتخص الأطفال، حتى الأطفال في المدارس، السمنة والتقزم وضعف النمو وضعف السمع وضعف الإبصار، حاجات كتير جدا لسه طويلة من الحاجات. فلما ناخد الأم والجنين احنا كده بنبدأ من يعني من بداية نشأة أو من بداية ولادة الطفل. يعني عشان كده بقول لحضرتك إن هي كلها حلقة بتكمل بعضها. دي حقيقة. خليني أسألك على المحافظات، أو البداية كانت إمتى، المحافظات اللي احنا بنغطيها، لأن أنا عندي استفسار خاص بمحافظات الصعيد. تمام. وهو كذلك هي الحقيقة إن المبادرة ابتدت في بداية مارس 2020، لكن كانت بادية في الأول على نطاق محدود زي كل المبادرات الرئاسية. احنا بنحاول نبتدي بالتدريج لحد ما نتأكد من نجاح التجربة في البداية ونبني عليها التوسع بعد كده لتغطية مصر كلها. حصل شوية تأخر في التوسع في خلال 2020 نتيجة يعني جائحة. استحداث الجائحة طبعا والقلق شوية، وكان في لحظة تفتكري والسادة المشاهدين يفتكروا في بداية الجائحة كان في تحذيرات للسيدات الحوامل ما ينزلوش خالص طبعاً. ويخليهم طبعاً. بعيد حتى في العمل يعني. بالضبط. فبالتالي وقتها ما كانش التوقيت المناسب ان احنا نتوسع في هذه المبادرة، مع الإجراءات التعايش مع فيروس كورونا والثقافة الإجراءات الوقائية اللي بقت عند الناس ابتدينا
بنهاية 2020 وبداية 2021 أصبحنا مصر كلها بتتغطى بالمبادرة. المبادرة متاحة خدماتها في حوالي 4000 مركز ووحدة رعاية صحية أولية منتشرة في ال 27 محافظة، محافظات مصر كلها حاليا. أي سيدة متوجهة لأي مركز أو وحدة من هذه الوحدات، سواء السيدة دي مصرية أو غير مصرية من المقيمات على أرض مصر، إحنا دايما مصر رائدة في تقديم كل خدماتها لكل ضيوفها من كافة الجنسيات بغض النظر عن جنسيته. فأي سيدة بتتوجه لمركز أو وحدة من وحدات الرعاية الصحية الأولية علشان تحصل على أي خدمة مرتبطة بالحمل، زي التطعيم ضد التيتانوس، زي إنها تعمل سونار، زي يعني أي خدمة موجودة مباشرة بيتم توجيهها للحصول على خدمات المبادرة الرئاسية. موجودة في الوحدات الصحية ولا في قوافل أيضا؟ هي الحقيقة هي بشكل كنقاط ثابتة موجودة في مركز وحدات الرعاية الصحية الأولية حوالي 4000 مركز أو واحد. النقاط المتحركة الحقيقة في المحافظات، خصوصا المحافظات اللي هي يعني مساحتها جغرافيا كبيرة وفي أماكن في صعوبة شويه في وصولهم للخدمه الصحيه، ولو ان ده الحمد لله دلوقتي بقى نادر جدا وقليل، لكن هذه المحافظات برضو بتنقل لهم الخدمه من خلال القوافل الصحيه لضمان الحصول على الخدمه. فبيتم تقديم هذه الخدمه. طيب الجزء بقى الخاص بمحافظات الصعيد، واحنا يمكن يعني بنشوف دلوقتي اهتمام غير مسبوق بمساله محافظات الصعيد واهالينا في الصعيد في كل النواحي، سواء كان التمكين الاقتصادي او كان صحه ومرافق وبنى تحتيه، كل القطاعات. القطاع الخاص بمساله الام والجنين وصحه الام والجنين، ازاي ممكن توصفه لنا في محافظات الصعيد؟ ايضا الاستجابه من السيدات هناك بتكون عامله ازاي؟ في المحافظات الصعيد طبعا كلها، لو اعتبرنا الصعيد من اول بعد الجيزه بني سويف والمنيا والفيوم وكل محافظات الصعيد، الحقيقه كلها متغطيه تغطيه كامله بخدمات المبادره. الاقبال فيها عالي جدا. احنا يمكن احيانا بعض الساده المشاهدين كانوا ممكن يتصور ان السيدات في الصعيد ما بتهتمش بصحتها. لا، الوضع اختلف. يا دكتور، الموضوع حتى في المشروعات المتعلقه بتمكين المراه اقتصاديا بنتفاجئ بالاقبال من المراه في الصعيد وفي الريف. دي حقيقة. احنا يعني زمان قبل ما الواحد يشوف الصعيد ويزور محافظات الصعيد كان متخيل ان الستات ما بتخرجش من البيت، يعني بعض النموذج النمطي القديم اللي احنا كنا بنشوفه. لا، المرأة رائدة جدا في الصعيد جنبا الى جنب مع الرجل، بتشتغل زيه، بتشتغل اكتر منه. يمكن فيه كتير من الاماكن بنجد ان المرأة حاسة ومتحملة المسؤولية يعني بشكل اكبر من الرجل. المرأة المعيلة برضو اذا كانت فقدت العائل نفسه الزوج او كده، هي لا يعني بتبقى بمية راجل زي ما بنقول، بتشتغل كويس جدا، بتقدر تبني بيتها واسرتها. وده احنا بندعم صحتها علشان حتى نزود قدرتها على العطاء. يعني الحقيقه الفكره مش ان احنا بنقدم خدمات للمراه ودي حاجه جديده عليها وما كانتش موجوده، لا، هو حق طبعا للمراه من زمان. بالعكس، كل ما دور المراه بيبقى قوي كل ما تستحق دعم مننا على كافه المستويات ويعني ومستويات الرعايه وبشكل رئيسي طبعا الرعايه الصحيه. خليني اسال حضرتك عن طبيعه الامراض او الفيروسات اللي بيتم الكشف المبكر وضروره الكشف المبكر، وخلينا نركز ونحط مليون خط تحت كلمه ضروره الكشف المبكر، لان احنا لما كنا بنتكلم عن سرطان الثدي مثلا كنا بنقول انه زي ما حضرتك اتكلمت عن فيروس سي، ان احنا ما نستناش لما الوضع يتدهور ويبقى فيه مضاعفات، لكن دايما الكشف المبكر ده مهم جدا. ايه طبيعه الفيروسات او الامراض اللي الحمله دي او المبادره دي بتكون مفيده جدا ليها في الام والجنين؟ الحقيقه احنا بنستهدف الكشف عن ثلاث امراض معديه قد تنتقل من الام للجنين من خلال المبادره، وهي الالتهاب الكبدي او الفيروس المسبب للالتهاب الكبدي بي، وفيروس نقص المناعه البشري اتش اي في، والبكتيريا المسببه لمرض الزهري. فالثلاث امراض دول بنستهدف، او دي الامراض المعديه اللي بنستهدف الكشف المبكر عنها، بالاضافه طبعا لاهميه الكشف المبكر عن الاصابه بالسكر او الضغط او السمنه كلها كعوامل، وزي ما حضرتك شرحتي، والانيميا، لان الحاجات دي بتؤثر على الجنين بشكل كبير جدا وبتعرض الست لخطوره هي كمان اثناء الحمل. فالامراض المعديه الثلاثه يمكن دول اللي كانوا لاول مره بيتم الفحص الروتيني فيهم لمصر للسيدات الحوامل من خلال المبادره الرئاسيه. كان زمان او من سنين طويله وزاره الصحه بتشتغل على اكتشاف الضغط والسكر والانيميا عند الحوامل، ودي حاجات مهمه جدا، لكن الاضافه العظيمه كانت من خلال المبادره الرئاسيه للامراض المعديه دي. الثلاث امراض دول بيتم اجراء اختبار سريع للكشف عن الاصابه. اذا نتيجته كانت سلبيه ده بيؤكد ان هذه السيده غير مصابه، اذا كانت نتيجته ايجابيه ده بيدينا انطباع ان هي قد تكون مصابه ومحتاجه لمزيد من الفحوص التاكيديه للتاكد من اصابتها، وبالتالي بيتم احالتها للمركز الاحاله المستشفى
سواء في 5 اس بي مراكز علاج الفيروسات الكبديه او المراكز العلاج او الكشف عن فيروس الاتش اي في لاجراء الفحوص التاكيديه. وبناء على الفحوص التاكيديه تاكدت اصابتها فورا بتخضع لبروتوكول العلاج بالاضافه للبروتوكول الوقائي اللي بيخلينا نقدر نوصل من احتماليه انتقال عدوى عاليه منها للجنين بتقارب 50% مع الاجراءات الوقائيه بيبقى احتمال انتقال العدوى عمليا يعني او نظريا اقل من 2%، لكن عمليا حتى لو مصابه مع اتخاذ الاجراءات الوقائيه بيبقى احتمال انتقال العدوى للجنين اقل من 2%. وعمليا في مبادرتنا حتى الان اللي وجدناه ان في بعض الامراض زي مثلا فيروس نقص المناعه البشريه اتش اي في نسبه انتقال العدوى من الام للطفل مع الاجراءات الوقائيه حاليا 0%، مفيش عندنا اي حاله اتنقلت لها العدوى. وبالنسبه مثلا لفيروس بي يمكن في حدود 1 أو 2 في الـ1000، يعني اقل بكتير جدا من النسب النظريه اللي احنا يعني احنا بنحلم نبقى اقل من 2%، لا احنا وصلنا ل1 و2 في الـ1000 واقل من كده الحمد لله احتماليه العدوى، واصبحت الوقايه يعني ما شاء الله قريبه من 100%. عايز اسال حضرتك عن التحليل لو ايجابي في الثلاث فيروسات التعامل بيكون ازاي؟ يعني حضرتك بتقول اجراءات وقائيه، لكن انا محتاجه اعرف او الساده المشاهدين محتاجين يعرفوا ايه هي الاجراءات الوقائيه اللي بتتعمل اللي بتتخذوها تجنبا لنقل العدوى للجنين، كمان ايه هي الاجراءات اللي بتتبعوها مع الام عشان تكون متعافيه من هذا المرض او هذا الفيروس؟ تمام، احنا عندنا الثلاث امراض دول في ليهم او احدهم اللي هو الاصابه بالبكتيريا الزهري ده له علاج مباشر، هو علاج شافي ان الحاله اذا اكتشفت بيتم علاجها باعطائها الجرعه المناسبه، بتاخده اثناء الحمله مفيش اي مشكله خالص، وبتحصل على العلاج. وعلاج الام في كل في الثلاث امراض هو الخطوه الاولى للوقايه، لان انا لما بعالجها سواء بعلاج شافي زي مرض الزهري او بالعلاج اللي هو بيبقى دائم مع البي او الـ او الاتش اي في، العلاج بالنسبه للبي اتش اي في وان لم يكن علاج شافي تماما للحاله بتستمر عليه مدى الحياه، ولكن انتظام على هذا العلاج بيخفض كميه الفيروسات اللي عندها في الدم او اللي بتعيش في الدم وسواء الجسم المختلفه عندها، وبالتالي يخفض فرصه انتقال العدوى، لان كميه صحيح. الفيروس اللي هي يمكن الساده المشاهدين يعرفوها اكتر بتحليل البي سي ار، تحليل البي سي ار ده الهدف منه قياس كميه الفيروس الموجوده في الدم عند المصاب، كل ما بقدر اقلله كل ما بقلل احتماليه الايه العدوى. وبالتالي في مرض الزهري بندي علاج شافي للام وده بيبقى جرعه حوالي لمده 3 أسابيع وبيتم شفائها شفاء كامل ان شاء الله، وبتنعدم تقريبا فرصه انتقال العدوى مع ان الطفل لما بيتولد بياخد جرعه وقائيه. في البي والاتش اي في برضه بتبتدي تخضع للعلاج بشكل مباشر اثناء الحمل من فور اكتشاف الحاله علشان تقل عندها احتماليه العدوى، بالاضافه لاجراءات وقائيه اخرى بتتعمل زي اتخاذ احتياطات اثناء الولاده لمنع انتقال العدوى للجنين، او بنقوم يعني بيتم طريقه الولاده بالشكل اللي يقلل فرصه تعرض الطفل لدم الام اثناء الولاده. جميل. كذلك برضه بيبقى في جرعه وقائيه للطفل بعد الولاده مباشره، بتبقى جرعه واحده في حاله الزهري او في حاله الفيروس التهاب الكبدي بي، وبتبقى جرعه طويله شويه لمده 6 أسابيع في حاله اصابه الام بفيروس الاتش اي في. الحمد لله النتائج بتبقى يعني رائعه في طيب. لما بنطبق. خليني برضو اروح مع حضرتك للاحتمال الأسوأ في حاله انه تم نقل العدوى للجنين، بيتم التصرف ازاي من حضراتكم؟ تمام، هو لا قدر الله في حاله اصابه الجنين طبعا في الحاله دي اصبح هو مصاب يبقى مش محتاج اجراء وقائي، ده محتاج اجراء علاجي. فبيتم احاله الطفل لنفس المستشفى اللي بتتعالج فيها الام سواء مراكز علاج الفيروس بي او الاتش اي في أو حتى الزهري، وبيتم مباشرة دخول المولود ده في التقييم والفحوص التأكيدية ليه اللي بيترتب عليها إعطائه جرعة العلاج المناسبة، وبنتعامل معاه بقى كمريض كمصاب. برضو اكتشافه المبكر ده بيخلينا نقدر نتجنب كتير من المضاعفات اللي تبقى خطيره جدا لو احنا سبناها وما تدخلناش. هي دي الجمله الحقيقه اللي انا عايزه اوصل لها، لانه احيانا في صوره نمطيه كده عن بعض الفيروسات تحديدا اتش اي في بيكون في انه احنا لا خلاص هو مصاب وهيفضل طول عمره عنده المرض وده ملوش علاج، واكيد حضرتك طبعا بتسمع الكلام ده، ففكره انه الحفاظ على حياته وتقليل نسبه الفيروس زي ما حضرتك بتقول دي مهمه جدا انك تكون عارفها من ولاده الجنين. هو بشكل كمان اساسي بالنسبه للاتش اي في يمكن تحديدا زي ما حضرتك لو حضرتك حابه ناكد عليه، لان ده من الحاجات اللي سائد يمكن معلومات طبعاً قديمه شويه طبعاً او غير دقيقه،
كان زمان يمكن اول ما الفيروس بقى موجود في العالم في او بقى في كلام عنه في الثمانينات وبدايه التسعينات ما فيش علاج خالص وكده، كان وقتها الامور صعبه. دلوقتي لا، احنا عندنا كتير جدا من الاجيال المختلفه للادويه والعلاج والتعامل مع الحالات. الاكتشاف المبكر لهذه الحالات وخضوعها للبروتوكول العلاج بيمنع يعني بشكل يعني تقريبا برضو قريب من 100% من الوصول للمضاعفات او انهيار المناعه. يعني احنا عندنا اصبح مصابين بنكتشف عنده الفيروس الاتش اي في وبيقدر ينتظم على العلاج ويفضل لمده 60 و70 سنه بعد انتظام العلاج من غير ما يدخل في مرحله انهيار المناعه او ان هو يدخل. شايف حضرتك يا دكتور انه النظره عموما ناحيه الكشف المبكر وناحيه بعض الفيروسات اللي كان ماخوذ عنها افكار مغلوطه ومعلومات كلها مش صحيحه بدات تتغير دلوقتي؟ اتغيرت بشكل كبير جدا، وبقت جزء مهم من الحاجات اللي اتغيرت في السنين الاخيره في ثقافه الشعب المصري. زي ما في يعني انماط مجتمعيه وتوجهات مجتمعيه بقت اتحسنت وتغيرت عند المجتمع المصري، بياتي على راسها الحقيقه التوجه الصحي خصوصا فيما يرتبط بالكشف المبكر. الناس بقى عندها فكره انا عارف النهارده في فرصه ان انا احلل واطمن على نفسي النهارده، طلعت سلبي مش مصاب يبقى هعرف الاجراءات الوقائيه علشان ما اصابش خالص، طلعت ايجابي يبقى انا على طول ببتدي انتظم على العلاج والاجراءات الوقائيه من بدري بيحميني ده من الوصول في مضاعفات. الحقيقه الفكر ده بقى موجود بشكل كبير جدا. طيب لانه الوقت الحقيقه قرب ينتهي، لكن في سؤال مهم لازم اساله قبل ما اختم. في حاله الاصابه بفيروس من الفيروسات وارد جدا يكون انتقل ايضا للزوج، وارد يكون يعني خصوصا الزهري والاتش اي في، يعني عايز اعرف من حضرتك ايه السلسله اللي بتتبعوها هنا؟ بيكون في دور ايضا طبعاً لمتابعه الزوج؟ طبعا احنا في حاله اكتشاف الاصابه سواء بالزهري او الاتش اي في او حتى فيروس بي، لان الثلاثه ممكن يتنقلوا من خلال العلاقه الزوجيه، بيتم اجراء الفحص للزوج على طول مباشره، وايضا لافراد الاسره بالنسبه للبي والاتش اي في بالذات بيتم برضه كمان اجراء الفحص لباقي افراد الاسره. صحيح. في حاله اصابه اي حد فيهم بيخضع للعلاج. في حاله عدم اصابه حد فيه او يعني التاكد ان الناس اللي مش مصابه بيتم اتخاذ الاجراءات الوقائيه زي التطعيم ضد فيروس بي، طبعا ده بيبقى مهم جدا لمنع الاصابه. انا بشكر حضرتك جزيل الشكر وكل التوفيق ان شاء الله في الحمله دي. الدكتور فوزي فتحي المدير التنفيذي المبادره الرئاسيه للعنايه بصحه الام والجنين، شكرا جزيلا لك. ومشاهدينا الكرام اشكر حضراتكم على طيب المتابعه، كنت معاكم انا ايمان الحويزي، نلتقي ان شاء الله الخميس القادم الساعه 11 مساء، شكرا والى اللقاء.